ما حكم صلاة الفز خلف الصف منفردا؟ أيضا هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها. فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن المصاف شرط لصحة الصلاة، ومن صلى منفردا خلف الصفوف وإن كان لعذر فصلاته باطلة. ويستدل الإمام أحمد رحمه الله في حديث ملازم بن عمرو، قال حدثنا عبد الله بن بدر قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفز خلف الصف. وفي حديث واضحة عند الإمام أحمد الصحابة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك. وذهب جماهير العلماء من فقهاء المالكية والأحناف والشافعية أن صلاة الفذ خلف الصف صحيحة، واختار شيخ الإسلام رحمه تعالى أن المصافة واجبة ولكن الواجب يسقط مع العذر. فإذا وجد فرجة وصلى وحده خلف الصف أعاد الصلاة، إذا لم يجد فرجة وصلى خلف الصف وحده فصلاة صحيحة، وهذا أصح الأقوال. فإن غاية المصافة أن تكون واجبة والواجب يسقط مع العذر. ننظر مثلا القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، قال تعالى وقوموا لله قانتين، وفي حديث عمران في البخاري صل قائما. ومع هذا إذا لم يستطع المصلي القيام صلى قاعدة، فإذا سقط الركن للعذر فلا يسقط الواجب من باب أولى، والله أعلم.